Good evening. I'm Ronna McDaniel. ستخلو الساحة من هذا الاسم في 8 مارس المقبل. رونا ماكدانييل إحدى الرؤساء الأطول خدمة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في التاريخ الحديث. لا شيء منعها من البقاء في منصبها سوى الضغط الشعبي الذي يفتعله مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب حسب وصفها، فهو الراغب بشدة في إجراء تغييرات في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. لجنة يود ترامب توحيدها أكثر وبعث روح جديدة فيها قبل 9 أشهر من السباق الرئاسي المنتظر، فهو العارف بكل صغيرة وكبيرة داخل أروقة اللجنة التي ستلعب دورا حاسما في جمع الأموال للمرشح وتقوية رسالة الحزب فضلا عن استمالة الناخبين. ترامب المجتمع مع ماكدانييل منذ أسابيع استخلص نهاية الحوار بأن لا جدوى من بقاء الوجوه القديمة، ليهرع باللجوء إلى حرب الكلام متسببا في تنحي ماكدانييل وأشخاص آخرين. فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا قبل يومين سيمكنه من إجراء تغييرات كثيرة داخل الحزب المنقسم على حد وصف أعضائه، وأولها استبدال اسم ماكدانييل بوجه آخر بحلول 8 مارس.